اليوم الثاني من المؤتمر الدولي. مخاطبكم سليم حكيمي من تونس. يعني احنا في هذه الجلسة عندنا 9 بحوث تقريبا. نبدأ بالذين اعتذروا عن الحضور لأسباب متعددة. الدكتور محمد عصن حطى المنان، كلية التربية، جامعة كسلا السودان، الذي قدم بحثا حول التناصر القرآني في الشعر العراقي. نعم نعم. قلت عفوا نبدأ بال أعيد التحية، السلام عليكم جميعا، أو عسلامة بالتونسي. في هذا اليوم الثاني نستقبلكم على الرحب والسعة في هذه الجلسة التي عنوانها علوم اللغة العربية وأدابها، هو المحور الثاني في 9 بحوث، ولكن نبدأ بالذين اعتذروا عن الحضور لأسباب متعددة. الدكتور محمد حسن عطا المنان من كلية التربية، جامعة كسلا من السودان، صاحب بحث التناصر القرآني في الشعر العراقي المعاصر معروف الرصافي. والدكتور جميل إبراهيم منديل، باحث قدم هذا البحث الدكتور إبراهيم السامرائي وجهوده في خدمة اللغة والتراث الإسلامي، هذا هو عنوان بحثه. ومحمد دهام العساوي من كلية التربية، الجامعة العراقية ببغداد، بحثه المقدم الجهود البلاغية في سورة يهود ويوسف عند الألوسي. والدكتورة نبيلة شكر خورشيد المعاضيدي، كلية التربية، جامعة كركوك، قدمت بحث محمد باجت الأثري وجهود الصرفية واللغوية. ونمر إلى الحاضرين معنا الذين سيتفضلون بالمداخلة في هذا اليوم الثاني. إذن كما قلنا بحثنا هو علوم اللغة العربية وأدابها. نبدأ بالبحث الأول مع الدكتور محمد لطيف أحمد البرنزجي، جامعة التنمية البشرية السليمانية، بحثه بعنوان الجهود البلاغية للشيخ معروف الندهي. كالعادة كما جرى العرف في هذا المؤتمر 10 دقائق ولا يزيدون حتى نفسح المجال للمداخلات للدكاترة والأساتذة الذين سيتفضلون بالسؤال وبالإضافات. إذا نبدأ مع الدكتور محمد محمد لطيف أحمد البرزنجي لتفضل. مشكور. أشكرك سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ومن بسنته اقتدى. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في هيئة علماء المسلمين لإتاحتهم هذه الفرصة لنا حتى نتشرف بهؤلاء أو بهذه الكوكبة من العلماء والسادة الأفاضل أساتذة الجامعات. في بحثنا هذا نحاول أن نسلط الضوء على جانب يسير من الجهود البلاغية لعالم من علماء العراق، وهو الشيخ معروف النوديهي. والبحث بعنوان الجهود البلاغية للشيخ معروف النوديهي. وقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة. في المقدمة تحدثنا عن أهمية الموضوع وسبب اختياره، كما تحدثنا عن الدراسات السابقة حول الشيخ معروف النوديهي. أما بالنسبة للمبحث الأول فقد تكلمنا عن حياته بشيء يسير أو نبذة مختصرة حول حياة الشيخ، وهو الشيخ معروف ابن الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد النوديهي، وهو من أسرة يتصل نسبها بالسيد عيسى البرزنجي الحسني. ولد في قرية النودي سنة 1166 للهجرة. كان الشيخ معروف النوديهي مؤمناً موحداً شديد التضرع والبكاء في خلواته واعتكافه، وكان مدافعاً عن المظلومين والوقوف بوجه الظالمين، كما كان عزيز النفس متواضعاً مع العامة مترفعاً مع الطبقة العليا والسلاطين، وكان عالي الهمة رحيماً بالضعفاء بعيداً عن مجالس المراء والأمراء، شجاعاً في قول الحق مبغضاً للمتكبرين ومنفراً عنهم، وكل هذا جلي في أبياته وقصائده. وكان صوفياً زاهداً تلقى الطريقة القادرية من عم أبيه الشيخ علي دولبموي،
وقد كان الشيخ معروف نوديه رمزا اجتماعيا، إلا أن ولعه بالتدريس والتأليف جعله بعيدا عن الولاة والحكام وأصحاب الأمور إلا عند الحاجة القصوى لما فيه خير العباد والبلاد. رغم أن في حياته تغير الكثير من الولاة والأمراء، إلا أن علاقته بهم ومكانته عندهم لم تتغير نظراً لاستغنائه عنهم وغزارة علمه، ولم يكن يستخدم معهم عبارات التعظيم والتبجيل، بل كان يدعوهم بالأخ، وقد كان يكتب إليهم رسائل عندما يحزبه أمر أو يضيق ذرعاً بواقعة مؤلمة. وتوفي رحمه الله في مدينة السليمانية عام 1254 للهجرة، الموافق لعام 1888 ميلادية، ودفن بمقبرة سيوان بجوار قبة سليمان باشا بابان. والمبحث الثاني عبارة عن جهوده البلاغية. يتبين من دراسة حياة الشيخ معروف النوديه أنه كان عالماً موسوعياً متبحراً في علوم زمانه، ومن هذه العلوم التي تبحر فيها علوم البلاغة بكافة فروعها، وكل مؤلفاته البلاغية عبارة عن قصائد تعليمية نظراً لشيوع تلك الطريقة في التأليف في زمن الشيخ. وقد انبرى كثير من العلماء وطلبة العلم لشرح قصائده، من هذه القصائد المشروحة فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، حيث شرح الشيخ العلامة أحمد فائز سنة 1283 للهجرة، وسمى شرحه تحفة الإخوان شرح فتح الرحمن. وقد قسمنا المبحث الثاني إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول علم المعاني. بحث الشيخ علم المعاني في قصيدتين، وهما عمل الصياغة في علم البلاغة، وهي منظومة في علم المعاني في 800 بيت. يشير الناظم إلى أن هذه القصيدة عبارة عن نظم كتاب تحرير البلاغة لابن آدم المالكي. القصيدة الثانية فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، منظومة بليغة في 84 و300 بيت، شرح فيها علمي المعاني والبيان. والمطلب الثاني علم البيان. الشيخ معروف النوديهي له باع طولي في هذا العلم، فقد ألف فيه ثلاثة مؤلفات، وهي تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، منظومته في 66 و100 بيت، نظمها في علم البيان، لخص فيها الرسالة السمرقندية. شرح القصيدة المؤلف الثاني شرح لمنظومته تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، ويقع في 50 صفحة، طبع في بغداد عام 1936 ميلاد. المؤلف الثالث فتح الرحمن في علمي المعاني والبيان، وعدد أبياته 382 بيتا. والمؤلف الأول كما أشرنا تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، نظم فيه الرسالة السمرقندية للشيخ أبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي، توفي سنة 888 للهجرة، ونظمها الشيخ معروف النوديه في 166 بيتا، ثم قام بشرح هذه المنظومة. المطلب الثالث علم البديع. المنظومة الوحيدة للشيخ معروف النوديه الذي يتحدث فيها عن فنون البديع هي منظومة غيث الربيع في علم البديع، وهي عبارة عن منظومة بديعة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 244 بيتا، ضمنها صنايع البديع. وهذه القصيدة مأخوذة من منظومة ابن جابر الأندلسي، والذي سماها حلة السيرة في مدح خير الورى، وغير فيها البحر من البسيط إلى بحر الرجس لسهولة حفظه. وفي الخاتمة لم يبق لنا إلا ذكر أهم النقاط التي توصلنا إليها خلال بحثنا. ومن هذه النقاط أولاً أن النوديهي كان عالماً موسوعياً، ونظم القصائد في أغلب العلوم الشرعية إن لم نقل كلها.
ثانيا أن النوديهي نظم في علم المعاني قصيدتين هما فتح الرحمن في علم المعاني والبيان وعمل الصياغة في علم البلاغة، وفي علم البيان نظم قصيدتين أيضا وقام بشرح إحداهما وهما فتح الرحمن في علم المعاني والبيان وتنقيح العبارات في توضيح الاستعارات، وقام بشرح تنقيح العبارات في توضيح الاستعارات. وفي علم البيان له قصيدة يتيمة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي غيث الربيع في علم البديع. النقطة الثالثة أن النوديهي نظم كتابه فتح الرحمن في أسبوع واحد، وهذا جهد يشكر عليه، فقد نظم علمي البيان والمعاني بكل تفاصيلهما وفي 382 بيتا خلال أسبوع واحد. الشيخ نوديهي كان شديد التأثر بالخطيب القزويني وآراؤه البلاغية، ويظهر هذا جليا في نظمه هذا. النقطة الأخيرة، يملك الشيخ معروف النوديهي قدرة هائلة في النظم، وهذا ما دفعه إلى نظم العلوم، وتلك الطريقة كانت سائدة في زمنه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. نشكر الدكتور محمد لطيف أحمد على مداخلته، ونمر إلى الأستاذ محمد نصيف وهو شاعر وإعلامي ليتفضل ببحثه حول أثر العراق في الحركة الشعرية التجديدية للشعر العربي في النصف الثاني من القرن العشرين، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم. هذا موضوع شائك، وهو الحركة التجديدية للشعر العربي. يعني أحاول جهد الإمكان أني أختصر في هذه الدقائق المسموحة لي. ومعروف أن هذه الحركة التجديدية قادها شعراء العراق، نازك الملائكة، بدر شاكر السياب ومن سار على نهجهم. يعني أعود إلى موضوع القصيدة العمودية. اعتادت الذائقة العربية على القصيدة العربية المعروفة بالعمودية، التي كل بيت فيها يتألف من شطرين، كل شطر يتألف من تفعيلات، يعني بعدد متساوي من التفعيلات في الشطر الأول الذي يسمى صدر، والشطر الثاني يسمى العجز، فضلا عن التزام بحرف الروي الذي توسم به القصيدة. لم يذكر التاريخ أن العرب تذمروا من تكرار هذا النمط من القصيدة، وهي القصيدة العمودية، وما سمعنا أنهم كانوا يبحثون عن تجديد في النمط المعتاد للقصيدة، على الرغم من أن الفتوحات الإسلامية رفضت آفاق الثقافة العربية بثقافات جديدة، أتاحت الفرصة للعرب أن يطلعوا على تجارب أدبية ومعرفية للأمم والشعوب التي انضمت تحت جناح الإسلام وامتزجت مع الدين الجديد. ضم الشعر العربي 16 بحرا سمي بعلم العروض، اكتشف العالم اللغوي البصري الخليل بن أحمد الفراهيدي 15 منها، تبدأ بالطويل وتنتهي بالمتقارب. ثم تدارك العالم اللغوي أبو الحسن سعيد البصري الملقب بالأخفش بالبحر 16، وهو المتدارك، لذلك سمي المتدارك لهذا السبب. هذه البحور تتنوع تفعيلاتها من بحر إلى آخر، بتنوع يعني، ويعني تفعيلاتها من بحر إلى آخر، والبحر الواحد أيضا يتنوع باختلاف أشكاله، يأتي مرة تاما ومرة يأتي مجزوءا، فضلا عن أن تفعيلات البحر الواحد تأخذ أشكالا متعددة. هذا التعدد يولد إيقاعات موسيقية وافرة، سنأتي على ذكرها لاحقا، لكي نعطي التراث الشعري العربي حقه. وفي الوقت نفسه نبين لماذا اتخذ الشعر مسارا جديدا في النصف الأول من القرن العشرين، قاده شعراء العراق ومنهم بدر شاكر السياب ونازك الملائكة. هذه المقدمة للبحث. المبحث الأول، نماذج من بحور الشعر العربي وتبيان التنويع فيها. نأخذ البحر الأول وهو الطويل. الطويل شطره الأول 4 تفعيلات، وشطره الثاني 4 تفعيلات،
وهي فعول مفاعيل فعول مفاعيل، والشطر الثاني نفس يأخذ التفعيلات نفسها. سمي طويلا لأنه لا يأتي مجزوءا، بقية البحور قد تأتي تامة وقد تأتي مجزوءة. البحر الوحيد الذي يأتي دائما تاما هو بحر الطويل، ومن البحور المهمة والأساسية في الشعر العربي. نورد مثالا على بحر الطويل قصيدة أراك عصي الدمع لأبي فراس الحمداني التي مطلعها: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. وعلى البحر نفسه نظم المتنبي قصيدته على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وهي قصيدة التي امتدح بها سيف الدولة الحمداني، التي مطلعها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد نظم قصيدته سلاما عراق القادسيات على هذا البحر أيضا، وجاء في مطلعها: كبرنا فصار الموت لعبتنا الكبرى، فلا تعذلينا إنها لغة أخرى. نلاحظ التفعيلة الأخيرة التي اعتمدها بفراس الحمداني هي تفعيلة التفعيل الأساسية مفاعيل، وتكون القافية جزءا من هذه التفعيلة. أما المتنبي فاستعمل تفعيلة مفاعل المحورة عن مفاعيل بحذف الياء الساكن المتوسط بين العين واللام. فموسيقى التفعيلة الأولى اختلفت عن الثانية على الرغم من أنها جاءت على بحر واحد. أما عبد الرزاق عبد الواحد فاعتمد تفعيلة مفاعيل التامة الصحيحة، والقافية التي هي جزء منها جزء من الـ من الـ من التفعيلة الأخيرة لها صوت يختلف عن قافية الحمداني والمتنبي. بحر البسيط مثلا أيضا من البحور الجميلة، تفعيلاته أربع تفعيلات في الشطر الأول وأربعة في الشطر الثاني: مستفعل فاعل مستفعل فاعل، وطبعا يأتي تاما ويأتي أيضا مجزوءا. ونورد مثال على هذا البحر قصيدة عبد الرزاق أيضا: يا صبر أيوب، التي مطلعها يقول: قالوا وظل ولم تشعر به الإبل، يمشي وحاده يحدو وهو يحتمل. قصيدة أضحى التنائي بديلا من تدائينا لابن زيدون الشاعر الأندلسي أيضا على هذا البحر، والتي أوردها الشاعر المصري الشاعر والإعلامي المصري فاروق شوشة في كتابه أحلى 20 قصيدة حب في الشعر العربي، إذ يقول ابن زيدون: أضحى التنائي بديلا عن تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. ونظم الشاعر المصري محمود حسن إسماعيل قصيدته بغداد يا قلعة الأسود أيضا على هذا البحر، إذ يقول: بغداد يا قلعة الأسود، يا كعبة المجد والخلود. في النموذج الأول عبد الرزاق عبد الواحد نظم قصيدته على تام البسيط مستخدما تفعيلة فاعل الناتجة في الأساس عن تفعيلة فاعل بعد حذف الحرف الثاني الساكن وهو الألف في تفعيلة فاعل كما قلت. أما ابن زيدون فنظم على تام البسيط أيضا لكنه استخدم تفعيلة فعل ساكن العين التي هي محور أصلا عن تفعيلة فاعل بعد حذف الألف الساكن. الشاعر المصري محمود إسماعيل نظم قصيدته لبغداد على مجزوء البسيط مستخدما تفعيلة فعول التي هي أصلا في الأساس ناتجة عن تفعيلة مستفعل بعد حذف الحرف الثاني الساكن السين وتسكين اللام، فصارت متفعل وقلبت إلى فعول لأنه الصوت نفسه. بحر الرمل يتألف شطره الأول من ثلاث تفعيلات، والشطر الثاني أيضا من ثلاث تفعيلات: فاعلات فاعلات فاعل. يعني نورد أمثلة من القصائد التي نظمت على هذا البحر الموشحات الأندلسية، ومنها جادك الغيث للسان الدين بن الخطيب التي يقول فيها: جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلسي. وابن زيدون أيضا له قصيدة في الموشحات الأندلسية على هذا البحر أيضا، يقول: ودع الصبر محب محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك.
الشاعر المصري إبراهيم ناجي أيضا له قصيدة الأطلال التي يقول فيها: لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق. ابن الخطيب استخدم تفعيلة فاعل الناتجة أصلا عن فاعل. ابن زيدون استخدم تفعيلة فاعل، وأما إبراهيم ناجي فقد استخدم تفعيلة فاعلات الناتجة عن فاعلات بعد حذف النون الساكنة الأخيرة وتسكين التاء. لاحظوا، استعرضنا مجموعة قليلة من بحور الشعر العربي اختلفت فيها الموسيقى من بحر إلى بحر ومن تفعيلة إلى تفعيلة. هذا يعطينا تصور عن الإرث العربي أن هناك تنوع في الموسيقى، فمن الظلم أن نتهم القصيدة العمودية بأنها يعني ذات تكرار أو نمط ممكن أن يولد مللاً. مع ذلك يعني الحياة الجديدة، العصر الجديد، يعني أوجب ظهور لون جديد من الشعر، كان العراق القائد والرائد في هذا الأمر. ظهور الشعر الحر، هذا المبحث الثاني، ظهور الشعر الحر أو ما سمي قصيدة التفعيلة فيما بعد. في نهاية النصف الأول من القرن العشرين ظهرت بوادر الشعر الحر، ومن أبرز عوامل نشأته نشاط حركة الترجمة، ترجمة الأشعار الأخرى إلى اللغة العربية، حيث أفاد منها الشعراء الشباب ليجدوا، ولا سيما شعراء النصف الأول من القرن الماضي، وخاصة الشاعر الأسباني فدريكو غارسيا لوركا، والإنجليزي توماس إليوت، والشاعر التشيلي بابلو نيرودو، ثم التركي ناظم حكمت، وفضلا عن شعراء فرنسا مثل أراغون وبودلير. العراق شجرة السلالات الشعرية، مقولة طالما تبناها الشاعر السوري نزار قباني، كلما دار حديث عن أصل الشعر. في مهرجان الأمة الأول عام 84 و900 و1000 قال قباني في كلمة افتتح بها مشاركته في المهرجان: من يا ترى ولد قبل الآخر؟ هل الشعر ولد قبل العراق أم العراق ولد قبل الشعر؟ من الذي في سفر التكوين جاء أولا، النخلة العراقية أم القصيدة العراقية؟ ووفق هذه الرؤية كان لابد أن تنطلق من العراق ثورة جديدة في عالم الشعر، ويكون لشعرائه شرعية الريادة للثورة. فكان العراق الحاضن البكر لهذا الظهور حين قدم الشاعر العراقي بدر شاكر السياب والشاعر نازك الملائكة نماذج جديدة من القصائد اختلفت في شكلها عما هو معهود في الشعر العربي، حيث تخلت القصيدة عن نظام الشطرين، عن حرف الروي، ولم تعد تلتزم بعدد التفعيلات، فقد تكتفي بتفعيلة واحدة في السطر، وبذلك سميت فيما بعد بقصيدة التفعيلة تمييزا لها عما ابتدع لاحقا وسمي بشعر النثر أو قصيدة النثر الذي يخلط بين النثر وبين الشعر. البشارات الأولى للمولود الجديد كانت في قصيدة هل كان حبا للسياب، وهي على بحر الرمل. في هذه القصيدة يتجلى التمرد الأول للسياب على قواعد الشعر العربي الموروث، إذ يقول: هل تسمين الذي ألقى خياما، أم جنونا بالأماني أم غراما، حتى يصل أحسد الضوء الضروبة، موشكا مما يلاقي أن يذوب، أهو حب كل هذا خبريني. ومن قصائده الخالدة على بحر الكامل: غريب على الخليج يقول، جلس الغريب يسرح البصر المحير في الخليج، ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج، إني لا أعجب كيف يخون الخائنون، أيخون إنسان بلاده إن خان معنى أن يكون، كيف يمكن أن يكون، الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق. اشتغل السياب على الصورة في قصائدي، وأصبحت طريقة التعبير بالصورة عند السياب الظاهرة الطاغية على شعره. يبدو أني أطلت، فقط سأقرأ مقطع من قصيدة نازك الملائكة، وهي قصيدة الكوليرا التي
كتبتها في عام 47، وكانت تتحدث عن وباء الكوليرا الذي أهلك الكثير من أهلنا في مصر، وتقول فيها: في كل مكان روح تصرخ في الظلمات، في كل مكان روح تصرخ في الظلمات، يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت، حتى حفار القبر سوى لم يبق نصير، الجامع مات مؤذنه، الميت لم يبق سوى نوح وزفير، يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت. هناك الكثير، لكن الموضوع طبعا يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت، يعني ربما نظلمه بهذه الدقائق، لكن نحن مضطرون أن نلتزم بقواعد هذا المؤتمر. شكرا للجميع. شكرا للأستاذ محمد نصيف الشاعر والإعلامي على مداخلته. نمر الآن إلى الدكتور محمد جاسم عبد الساتوري. عنوان بحثه هو: اتجاهات التأليف في الدراسات اللغوية في الجامعات العراقية دراسة وصفية. الدكتور من جامعة الأنبار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتقدم بالشكر والعرفان للسادة القائمين على مؤتمرنا هذا، شكرا لسعة صدرهم، شكرا لحسن التنظيم، شكرا لكرم الضيافة، وفقكم الله لكل خير. سادتي الأكارم، أهمية المؤتمر آتية من الحقبة الزمنية التي استوعبها، ونرجو أن تكون توصيات المؤتمر نبراسا لمن أراد النور لأمتنا، فقد حوى المؤتمر من الأبحاث ما يجعلها منهاج عمل في المستقبل القريب أو أبعد من ذلك بقليل. البحث بمعية أخي الأستاذ المساعد الدكتور أحمد حميد المحمدي، عنوانه: اتجاهات التأليف في الدراسات اللغوية في الجامعات العراقية الدراسات العليا ونموذجا دراسة وصفية. يمكن أن نضعها بين قوسين: طلاب الأمس علماء اليوم، أمثال دكتور فاضل السامرائي، دكتور طه محسن، دكتور محمد حسين آل ياسين، دكتور عبد الأمير الورد وآخرون. يلقي الضوء هذا البحث يلقي الضوء على اتجاهات التأليف في الدراسات اللغوية في الجامعات العراقية منذ نشوء الدراسات العليا فيها حتى أواخر عام 1980، ومحور البحث وقاعدته الرئيسة رصد اتجاهات التأليف وعرضها ووصف لما صنف في كل اتجاه من الدراسات العليا من رسائل وأطاريح حتى على مستوى الدبلوم والماجستير والدكتوراه، سواء كانت في مجال التأليف أم التحقيق، تحقيق المخطوطات أعني. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم بعد هذه المقدمة على تمهيد ذكرنا فيه نبذة عن تأسيس أول جامعة في العراق والدراسات العليا فيها، وثلاثة مباحث اختص المبحث الأول بمسرد إحصائي بعناوين الرسائل والأطاريح، سواء كانت في مجال تحقيق المخطوطات أم في مجال التأليف. وتناولنا في المبحث الثاني التوزيع الموضوعي للرسائل والأطاريح، وعرضنا في المبحث الثالث اتجاهات التأليف في الرسائل والأطاريح، أما الخاتمة فتضمنت النتائج والمقترحات. وقد استعنا على جمع الرسائل وحصرها بجهود سابقة لعدد من الباحثين، ومن أبرزها كتاب الجامع للرسائل والأطاريح في الجامعة العراقية أو الجامعات العراقية عفوا، جمع وإعداد الأستاذة الدكتورة ابتسام مرهون الصفار والأستاذ وليد بن أحمد الحسين، وهو جهد كبير يشكران عليه، ولكن قد تبين لنا في أثناء العمل أنه قد أصابه بعض الخلل والعثرات. ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك أن هذا البحث يروم إحصاء الدراسات اللغوية وعرضها وبيان توجه اهتمام الباحثين في رسائلهم وأطاريحهم الجامعية وإظهار الموضوعات التي درست. التمهيد نبذة عن نشأة أول جامعة في العراق والدراسات فيها.
إن أول جامعة في العراق فتحت أبوابها للدراسات العليا هي جامعة بغداد التي أسست في عام 1956، وقد ضمت عدة كليات، واستحدثت استحدثت فيها عام أقصد دائرتان تشرفان على الدراسات العليا سنة 1961، وتطوران توجهات الطلبة والباحثين، وهما دائرة اللغة العربية ودائرة الآثار والتاريخ للدراسات، ثم أصبحتا تابعتين إلى عمادة كلية الآداب، وتخرجت الدفعة الأولى عام 1381 هجري 1961 من الماجستير، والدفعة الأولى من الدكتوراه عام 1976. الملحوظات التي ثبتت على الجهد المبذول من الدكتورة ابتسام مرهون الصفار: إهمال ذكر عدد من الرسائل والأطارح وهي على شرطها، من ذلك مذهب الكسائي في النحو ابن درستوي، أبو عمر الزاهد معاني القرآن. نقطة ثانية: ذكر عدد من الرسائل الجامعية لباحثين عراقيين مجازة من جامعات غير عراقية، وهذه الرسائل ليست على شرطها، مثال ذلك ظروف اللغة، ومثال آخر بناء الجملة العربية. ثالثا: أخطاء في عناوين الرسائل والأطاريح تؤدي إلى قلب المراد، منها ذكر في الصفحة 36 ما يأتي مرويات أبي تراب في كتاب الاعتقاد، جمع ودراسة زهراء سعد الدين التربية جامعة الموصل ماجستير 1996، وأعاد العنوان في الصفحة 36 بعد 100 كما يأتي مرويات أبي تراب اللغوية في كتاب الأعشاب، جمع وتحقيق ودراسة زهراء سعد الدين شيد كلية الآداب جامعة الموصل ماجستير 1996، والصحيح هو مرويات أبي تراب اللغوية في كتاب الاعتقاب، جمع تكملة نفسها. رابعا: تكرار ذكر الرسائل والأطارح في عدة مواضع، أخطاء وتحريفات في أسماء الباحثين والتواريخ المثبتة على الرسائل والأطارح، عدم إكمال بيانات قسم من الرسائل أو الأطارح، أخطاء طباعية ليست بالقليلة. المبحث الأول: أنا للعجالة سأذكر ملخص لكل مبحث. بلغ عدد الرسائل والأطاريح الجامعية المقدمة إلى الجامعات العراقية في هذه المدة 70 رسالة وأطروحة بحسب ما تم رصده وجمعه. ثانيا: سجل مجال التأليف أكثر عددا من الرسائل والأطاريح، إذ بلغ عددها 43 في حين بلغ عددها في مجال تحقيق مخطوطات 27. تنوعت الدراسات المقدمة ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراه، وقد بلغ عدد الدبلوم 4، يعني 4 رسائل دبلوم فقط، والماجستير بلغت 50، والدكتوراه بلغت 16 رسالة أو أطروحة. رابعا: يلحظ أن موضوعات الدبلوم كلها في مجال تحقيق المخطوطات، وأما موضوعات الماجستير فقسم منها في مجال التأليف، وبلغ عددها 32 رسالة وأطروحة، والقسم الآخر في مجال تحقيق المخطوطات وقد بلغ عددها 16، في حين أن موضوعات الدكتوراه بلغ عددها في مجال التأليف 9، وفي مجال تحقيق المخطوطات 7. خامسا: أغلب الرسائل والأطاريح نالها الباحثون من كلية الآداب جامعة بغداد، وثلاث منها من دائرة اللغة العربية، وهي دائرة ملحقة بكلية الآداب في البداية ثم انضمت إليها لاحقا، ورسالة واحدة من كلية أصول الدين بجامعة بغداد أيضا. أما عدد الرسائل التي من غير جامعة بغداد فهي 4 من كلية الآداب جامعة المستنصرية. سادسا: يلحظ أن أغلب الرسائل والأطاريح المقدمة في هذه المدة قد طبعت بصورة كتب وصارت مرجعا للباحثين. سابعا: يلحظ أن قسم من الباحثين كانت رسالته للماجستير وطرحته الدكتوراه من الجامعات العراقية حصرا. أكثر الباحثين الوارد ذكرهم آنفا هم من العراقيين، وعدد قليل منهم ليسوا بعراقيين،
تكرر تحقيق كتاب مجمل اللغة مرتين في مدة بحثنا. احتل كثير من الباحثين الطلاب الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه والماجستير في مدة بحثنا مناصب أكاديمية وإدارية رفيعة وقادوا حركة العلم والبحث في بلدهم. أسماء الباحثين في هذه المدة يعدون الجيل الثاني الذي قادوا الحركة العلمية في الجامعات العراقية. تفاوت توزع عدد الرسائل بحسب سنوات هذه المدة فيتراوح بين الرسالة الواحدة إلى 10 رسائل. هذا الملخص المبحث الأول. الملخص للمبحث الثاني: أولاً، تنوعت الرسائل والأطاريح ما بين التأليف وتحقيق المخطوطات، وقد فاق عدد الرسائل والأطاريح في مجال التأليف مجال تحقيق المخطوطات. تفاوتت الرسائل والأطاريح من حيث الكثرة والقلة، فقد استأثر النحو بالنصيب الأوفر، ثم الدراسات المعجمية والدلالية، ثم الدراسات في النقد اللغوي والدراسات اللهجية وهي قليلة جداً. ويلحظ أن الدراسات الصوتية والصرفية كانت أقل حظاً بالعناية والاهتمام في هذه المدة. ثالثاً، مزجت بعض الرسائل والأطاريح بين علمين أو جانبين كاللغة والنحو أو الأصوات واللهجات، أصوات واللهجات أو اللغة والأدب. رابعاً، جمعت أغلب الرسائل والأطاريح في مجال تحقيق المخطوطات بين دراسة للمؤلف والكتاب مع تحقيق النص. خامساً، دارت موضوعات الرسائل والأطاريح النحوية في مجال التأليف على الدراسات الآتية: بيان سيرة الشخصية النحوية مع دراسة جهوده أو منهجه أو مذهبه أو آرائه أو آثاره في النحو أو دراسة مصادر الاحتجاج أو الخلاف النحوي. سادساً، نلحظ أن موضوعات النصوص النحوية المحققة قد تناول بعضها موضوعاً محدداً من موضوعات النحو أو مسألة معينة مفردة، في حين القسم الآخر من هذه النصوص المحققة تناول الأبواب النحوية عامة. وهذه النصوص المحققة بعضها شروح لكتب أخر، وبعضها ليست كذلك بل هي مؤلفة ابتداءً في موضوعها. سابعاً، غياب الدراسات الصرفية في هذه المدة، فلم نجد في الرسائل والأطاريح إلا 2، فتناولت إحداهما إسناد الفعل والأخرى اختصت بدراسة أوزان الفعل ومعانيها. ثامناً، قامت موضوعات الرسائل والأطاريح المعجمية والدلالية على الدراسات الآتية: دراسة ظاهرة معجمية أو دلالية معينة، أو دراسة سيرة شخصية لغوية مع بيان جهوده أو منهجه أو آرائه أو آثاره في اللغة، أو دراسة مشكلة لغوية في مصدر من مصادر الاحتجاج، أو تدوين وتتبع تاريخ لحركة لغوية في قضية معينة. تاسعاً، نلحظ أن موضوعات النصوص اللغوية المحققة قد اعتنت بتحقيق المعجمات بنوعيها، معجمات أو معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني أو الموضوعات، واهتمت أيضاً بتحقيق الشروح اللغوية للنصوص. عاشراً، اختصت موضوعات الرسائل والأطاريح اللهجية بدراسة اللهجات العربية القديمة، وقد اعتنت إحداها بدراسة لهجة قبيلة منفردة. ولم نجد في هذه المدة إلا دراسة واحدة قامت على دراسة لهجة حديثة اختصت بدراسة لهجة مدينة منفردة وهي بغداد. غياب الدراسات الصوتية في هذه المدة. نذهب إلى التوصيات. يوصي الباحثان بالآتي: أن يتوجه الباحثون إلى الكتابة في الموضوعات التي لم يكتب فيها أو قل التطرق إليها كالدراسات الصوتية القديمة والحديثة والصرفية. ثانياً، أن يلتفت الباحثون إلى دراسة اتجاهات التأليف في التخصصات الأخرى كالأدب والبلاغة والنقد والعروض. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم. شكراً للدكتور محمد ياسم. نمر الآن إلى الدكتور عبد الودود قيسي، الشاعر والباحث، في مداخلته الاقتباس من القرآن في الشعر العراقي الحديث، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الكلام 3 مراتب: القرآن، الشعر، والنثر. فإن اختص الشعر بالقافية واختص النثر بالسجع، فإن القرآن الكريم اختص بالفاصلة. علوم البلاغة: البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم،
أما الفصاحة فيوصف بها الفرد والكلام والمتكلم، من علومها علم المعاني، علم البيان الذي يشمل الاستعارة والكناية والتشبيه، وعلم البديع، ومنه الطباق وهو التضاد والجناس. من التعاريف: النص هو لغة بمعنى الرفع وأقصى الشيء وغايته. الاقتباس في تعريف البلاغة أي يضمن الكلام شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف. أما اللفظ فتعود إلى القبس أي شعلة من النار، فالاقتباس هو الأخذ منها. أما الاستعارة فاصطلاحا هي استعمال اللفظ من غير ما وضع له لعلاقة المتشابه بين المعنى المنقول عنه. التضمين هو استعانة الشاعر ببيت أو شعر لغيره أو حكمة أو مثل. قسم علماء العربية الشعر إلى أقسام من حيثيات مختلفة من زمنه، أما أن يكون جاهليا أو مخضرما، إسلاميا أو محدث. أهدافه: غزل، نسيب، مدح، هجاء، رثاء، تمثيلي أو قصصي. أما تقسيمه من حيث التأثير النفسي فهو أما أن يكون حماسيا أو غنائيا. شعراء العرب لم يصوروا أبطالهم بغير حقائقهم، ولم يصنعوا نبغاءهم بغير ما فيهم، فهم لم يحذوا حذو هوميروس في تأليه أبطال اليونان، ولم يسلكوا مسلك صاحب الشهنامة في الغلو في سير ملوك الفرس. الشاعر العربي عموما سباق في زمنه، قدير في التعبير عن قصده رغم تقيده بالأوزان والقوافي، وما ذلك إلا بفضل لغته وقوة ذهنه وفؤاده الذكي. اقتباس الشعراء بعضهم من بعض. الاقتباس أما أن يكون لفظيا أو دلاليا، ومثل على ذلك يقول مسلم بن الوليد من بحر البسيط: يا عين وجودي بدمع منك مذراري، لا تعذري في البكاء لا حين عذاري. وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر من البسيط أيضا: يا عين وجودي بدمع منك مذراري، جهد العويل كماء الجدول الجاري. يا عين فيضي بدمع منك مغزاري، وابكي لصخر بدمع منك مذراري. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه: لولا أن الكلام يعاد لنفد. أي أن الشعراء يأخذ بعضهم من بعض بنفس بالفكرة، وتصاغ الفكرة بأسلوب آخر. الشعر في عصر النبوة والعصور التي تلت الشعراء في القرآن الكريم، تشرف الشعراء أن الله عز وجل أنزل سورة باسمهم وهي سورة الشعراء: ذاكرا مباركا من آمن منهم وعمل صالحا وذكر الله كثيرا وانتصر من بعد أن كان مظلوما وتوعد من ظلمهم، إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما والغاوون من الشعراء هم من كانت صفاتهم سيئة وكان شعرهم للهو واللعب وفيما لا يرضي الله وفي مدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح. وأما الآية الكريمة: وما هو بشاعر، فهو رد على قريش الذين قالوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، وهذا يدل على عظم قدر الشعر عند العرب. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعر: قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة، وذلك عندما أعجبه الشعر عمرو بن الأكثم، ورق قلبه صلى الله عليه وسلم عندما سمع ما قالته ابنة أو أخت النضر ابن الحارث بن كلدة عقب أسره يوم بدر وقتله، وذلك لشره وشدة أذاه المسلمين، إذ قالت: أمحمد ولا أنت ظنء نجيبة من قومها والفحل منها معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقال صلى الله عليه وسلم: لو بلغني شعرها قبل قتله ما قتلته.
هنالك موقف للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حضر الشعراء لمقابلته ولتلاوة الشعر له يوم خلافته، ومنهم عمر بن أبي ربيعة، يحيى بن يعمر، وكثير عزة، والفرزدق الذي هو أبو فراس، غمام بن صعصعة، وجرير والذي هو جرير بن عطية بن تميم. لم يسمح الخليفة عمر رضي الله عنه إلا لجرير، وعندما خرج جرير من عنده قال للشعراء الآخرين: وجدت رقى الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الشعر راقيا، وقيل من الجن راقيا. المصطلحات المستحدثة والغريبة، مصطلح مثل الانترتكستيواليتي الذي يترجم حديثا إلى كلمة التناص، وقد بحثت في هذا باللغة الإنجليزية حيث خلصت إلى أنه مصطلح متذبذب في الترجمة والغموض والأداء، ويجب أن يترجم عربيا إلى كلمة نصية وليس التناص، والتي تعتبر غريبة وهجينة على اللغة العربية. وهناك من يدعي أن هناك التناص العكسي أو يدعو له، وذلك أن الآية القرآنية التي تتحدث في موضوع إن تتحدث في موضوع، والشاعر يستلهمها في موضوع مغاير ليوافق هواه، وليس مقاصد خالق الخلق اللامحدودة. من شعراء العراق اخترت عددا من فحول الشعر ورتبت ذكرهم حسب المولد والوفاة. الشاعر محمد سعيد الحبوبي ولد عام 1849 وتوفاه الله عام 1915، وهو من الإسرة الحبوبية، وهي إسرة عربية علوية حسنية أصلها من الحجاز. ولد في النجف في عام 1849. من اقتباساته القرآنية: أحبتنا الذين قد استقلوا رويدكم التحمل والزماعة، فإخوة يوسف خلصوا نجيا، فقد صحبوا فؤادي للصواع. جميل صدق الزهاوي ولد في بغداد في عام 1263، وهو من أبوين كرديين، وكانت وفاته 23 شباط 1963 ميلادية. من عمله الطيب رفض أن يكون مؤرخ البلاط وشاعره معا بمرتب كبير، وهذا يعد من مآثره، خصوصا إذا لاحظنا تهافت الجواهر على عتبات البلاط الملكي آنذاك ليكون شاعرا للملك. أخذ عليه بعض النقاد مدحته للإنجليز في قصيدته المشهورة ولاء الإنجليز، واتهموه في وطنيته. من اقتباساته في القرآن الكريم: إن دين الله ديني ليس أعلى منه دين، قد عبدت الله حتى جاءني منه اليقين. عبد المحسن الكاظمي هو عبد المحسن علي بن عبد المحسن الكاظمي، ولد في سنة 1871 ميلادية الموافقة 1287 هجرية، من أسرة سكنت الكاظمية في بغداد. تتميز هذه الأسرة بمجالسها التي تدرس فيها اللغة العربية وآدابها. ارتحل إلى أرض الكنانة مصر في أوائل 1900، وأثناء إقامته كان هناك يتردد إلى دروس الأزهر الشريف. توفاه الله في آذار 1935 في مصر الجديدة في القاهرة، ودفن في مصر. من شعره اقتباسا من القرآن الكريم ما قال: كأنما الشرق جسم والشعوب به أعضاء، إن بايعت لا تنقض البيعة، إذا اشتكى عضوها الهندي من وجع، رأيت في مصر عضوا يشتكي الوجع، وإن تبينت في بغداد ذا شجن، وجدت في جلق طرفا لها دمع. معروف الرصافي هو معروف عبد الغني الرصافي، ولد في بغداد 1875 في حي القرغول، من أب كردي وأم قرغولية. والقرغول حقيقة هي عشيرة قحطانية من فروع قبيلة الزبيد، نزحت من اليمن إلى العراق في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. انتسب إلى مدرسة شيخه محمود شكري الآلوسي رحمه الله، عين أخيرا مدرسا للغة العربية في المدرسة الإعدادية، وفي أواخر 1924 عين مفتشا للغة العربية، ثم نقل إلى تدريس اللغة العربية وآدابها بدار المعلمين العالي. في عام 1933 ميلادية
هجر بغداد إلى الفلوجة بسبب ضيق العيش في بغداد، ثم عاد إلى بغداد سنة 1941 وسكن الأعظمية، وتوفي في عام 1945 في آذار. من اقتباساته القرآنية: نزلت تجر إلى الغروب ذيولا صفراء تشبه عاشقا متبولا، فاقرأ كتاب الكون تلقى بمتنه آيات ربك فصلت تفصيلا. هو محمد رضا من نوابغ الشعراء المتأخرين، ولد في النجف في عام 1889 وانتخب رئيسا للمجمع العلمي العراقي، أسهم الشبيبي في ثورة ضد الإنجليز، وسمي بسفير ثورة العشرين. من شعره: شباب طائش نزق وشيب ما بهم رمق، ففي آرائنا شيع وفي أحزابنا فرق. ثم أحمد الصافي النجفي وإبراهيم أدهم الزهاوي الذي أعجبني بيته العظيم، ومن اقتباساته القرآنية أولا: هيهات هيهات هذا الغرب ينصفهم حتى يجوز بثقب الأبرة الجمل. وبيته العظيم الذي كنت أبحث عن قائله إذ قال: رأى الله في العلياء أن تتجسد، فقال لها كوني فكانت محمدا. إبراهيم السامرائي ووليد الأعظمي، وليد الأعظمي من الرجال الذين ذكروا الله كثيرا، وإبراهيم السامرائي أيضا. فمن شعر وليد الأعظمي: إن هو إلا وحي يوحى فتثنيه وتفرده، لا تخفى منكم خافية من كل يعرف مقصده. ومن روائه: يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، أن إنا بغير محمد لا نقتدي. وأختتم بشعر مني إن سمحتم مقتبسا من القرآن الكريم، حيث قلت في القدس: إذا قطعن أيديهن شدها بيوسف يشرق الظلماء زهرا، فنور القدس إن شمناه حبا لقطعنا من الكفين عشرا. وقلت في مؤتمر إسلامي عقد في بغداد عام في الثمانينات: لا تصلوا لليهود أذلة لتعظموا أحبارهم تعظيما، إن الصلاة على النبي محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور عبد الودود، أمتعتنا. خاتمة في هذه المداخلات القيمة مع الأستاذ مكي النزال، الشاعر والباحث. عنوان بحثه: شعراء الموقف في العراق. جميل هذا العنوان، شعراء الموقف في العراق، الحديث إضاءة تاريخية على عدد من الشعراء العراقيين ومواقفهم تجاه العراق والأمة، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثنا هذا عبارة عن رسالة لكم أيها الباحثون وأيها الكتاب وأيها النقاد، رسالة اسمها الموقف. إن لم يكن للأديب موقف مشرف فلا تشرفوه بكلام يرصفه وينمقه، وتقولون فلان شاعر أكبر وفلان أديب أعظم، وهو في حقيقته لا يساوي عند الله شيئا. يعني هذه زبدة بحثنا، ولكن على ما درجت عليه البحوث قدمنا بالقول: يكثر الحديث عند النقاد عن شاعرية وشعرية الأدباء والشعراء والتفصيل في البلاغة وفنون التصوير والمجاز والغوص لاقتناص لآله البديع، لكن يندر أن تقرأ ما يشير لمواقف هؤلاء الأدباء تجاه أوطانهم وأممهم وعقائدهم في إطار محدد وواضح، مكتفين بشرح سيرهم وقصصهم لكي يستخلصوا من ذلك ما يحب الناس سماعه من مغامرات. وفي ذلك إجحاف بحق أناس ضحوا بالكثير من مستلزمات حياتهم
لكي يشاركوا في مجابهة الظالمين ودعم الثائرين الذائدين عن العقيدة وحماها بما يجيدون ويتقنون ويؤثرون، بينما تنعم آخرون بالعطايا وأنزلوا القصور جزاء انحيازهم لحكام لا ميزة لهم إلا دراهم يشترون بها الذمم وجاه زائف لا يتبجح به إلا صغار الشأن. وسأبذل ما بوسعي لتبيان ما أرى في فصل الأدباء. طبعا ابتداء هم أدباء لأنفسهم وهم المداحون المتكسبون اللصيقون بالسلاطين البعيدون عن هموم أقوامهم، وهم ليسوا مدار بحثنا أكثر من أن نذكرهم هنا ونمضي. وأدباء لغيرهم وهم من أسميهم الأدباء الفرسان، وهم صنفان سيكونان عنوانين لمبحثين يتكون منهما البحث، ألف فرسان الصهوات، ومنهم الأديب الشاعر الفارس محمود شيد خطاب الذي سيكون له النصيب الأكبر في هذا البحث، لأنه خير نموذج للأديب الثابت على موقفه وإن تغير الحكام وقست المؤثرات وتقلبت الأيام. وباء فرسان المنابر، ومنهم معروف الرصافي ووليد الأعظمي وعبد الرزاق عبد الواحد والسياب، وأسأل الله تعالى أن يكون كاتب هذا البحث وعدد من شعراء العراق المناهضين للاحتلال منهم وسائرين على خطاهم. الهدف يهدف البحث إلى إبراز دور الأدباء والشعراء العراقيين في ملاحم البطولة والفداء التي خاضها العراقيون في حقبة حدد مداها منظمو هذا المؤتمر، أو ربما التسمية يعني العصر الحديث، وهنا نحدد بعام 1980. نقول والدعوة للحذو حذوهم في زمن تحتاج فيه أمتنا لفرسان الصهوات والمنابر ليكونوا حداء ركب النهضة في دروب التحرر من آفات تفتك بنا وبالعالم بأسره. إن هؤلاء هم الذين وظفوا مواهبهم لتكون أسلحة مشاركة في معارك الشرف، ومناديلا تمسح دموع الثكالى والأيتام والمحرومين، وصياطا تلهب أسماع الظالمين، وأسفارا تخلد أفعال العظماء من مجاهدين وعلماء وقادة فكر وشهداء وبنات، مبتعدين عن مجالس السلاطين وأموال تجار الدماء ومناصب تغرقهم في أموال السحت الحرام. في المبحث الأول فرسان الصهوات، كما أسلفنا سنلقي الضوء على فارس عراقي أصيل شارك في معارك الأمة ضابطا محاربا في صفوف الجيش العراقي الذي شارك بحروب الأمة لتحرير فلسطين من براثن يهود، فكان نعم الفارس الشجاع الذي شهد له قادته وجنوده بالعزم والحزم والحكمة. إنه اللواء الركن محمود شيد خطاب ابن موصل الحضارة والتاريخ والعلم والإيمان، وهو صاحب الصوت المبارك الذي بلغ وبلغ رسالته الإيمانية شعرا ومقالة وتأليفا في الدين والتاريخ وعلوم الحرب. ومع أنه تقلد العديد من المناصب ومنها حقائب وزارية، إلا أنه رفض أكثر مما قبل وزهد في الوزارة والمنصب فتخلى عنها لمجرد شعوره أن النظام لم يكن على المسار الصحيح، أو أنه لم يكن حرا بإرادته كما ينبغي له أن يكون وبما يسمح له بخدمة فكره وعقيدته. شارك العديد من الضباط العراقيين في معارك الأمة في فلسطين، وهنا المعني 1948، لكن المختلف في مشاركة الضابط الأديب موضوع بحثنا هو أنه تقدم بطلب لقيادته يلتمسها فيه أن ينقل من كلية الأركان العراقية إلى فلسطين. ولقد كشف لاحقا أنه كان على علاقة بثوارها وكان يسلمهم الأسلحة في بلدة أبو غريب غرب بغداد قبل معارك 1948، بالرغم من خضوع حكومته للتاج البريطاني الذي وهب فلسطين للصهاينة ظلما وعدوانا. هنا شهادات كثيرة لفلسطينيين
عن هذا الشاعر الفارس، طبعا لا يتسع الوقت لسردها. في سيرته يعني يحار الباحث في سيرة هذا العملاق متعدد المواهب والفوائد، فلا يدري ما يختار ليسلط عليه الضوء، وكيف يسلط الضوء على هذا الكوكب المضيء. إنه فارس بطل محارب وشاعر ومؤلف وقاص وداعية ووزير ومجاهد، أودع السجن وتعرض للتعذيب على أيادي الشعوبيين، ومع كل ذلك فهو متواضع دمث الخلق واسع الصدر محب محبوب، عاش ومات في أحضان عائلته. هنا طبعا السيرة الذاتية يمكن أن تجدوها في الويكيبيديا، الحقيقة كانت منصفة أكثر من البابطين، وكانت سيرة واسعة وتسرد لنا الكثير عن الكاتب، ولعل أهم ما نأخذه منها هو عدد مؤلفاته الذي قارب 130 مؤلفا. وطبعا هذه المؤلفات فيها الكثير عن الكيان المحتل فلسطين وكيفية مجابهته، وهناك ما لا يتسع المجال لذكره من أفكار عسكرية حقيقة قرأتها وأنا في المتوسطة، وكانت يعني أفكارا وجدنا قيمتها في عام 2004. هنا طبعا نورد قصيدة، طبعا هو في جنين، يجب أن نذكر أنه كان آمرا للوحدة في جنين، وتشبث بهذه المدينة وحررها بالتعاون مع بيئته الحاضنة الفلسطينية، وكان ربما كما يقال عند بعض المؤرخين مخالفا للأوامر العسكرية التي أتته بتسليم المدينة، ورفض تسليمها سوى للجيش الأردني، وهذا ما تم له فعلا بعد بقاء القوات العراقية فيها لمدة سنة كاملة. هذه قبور الخالدين، هذه القصيدة ألقاها عند مقابر الجنود والضباط الذين استشهدوا. هذه قبور الخالدين فقد قضوا شهداء حتى ينقذوا الأوطان، قد جاهدوا الأعداء حتى استشهدوا، ماتوا بساحات الوغى شجعانا، ماتوا دفاعا عن حياض دنست بأحط خلق الله في دنيانا، أجنين إنك قد شهدت جهادنا وعلمت كيف تساقطت قتلانا. والقصيدة موجودة في كل مكان تقريبا. هنا أيضا شهادات بحقه يعني كثيرة من ساسة وضباط من الجيوش العربية الأخرى، وعرف عنه التدين والحكمة، وكما قلنا دماثة الخلق والتواضع، مع أنه هذا العملاق، ولا عجب فالعمالق عادة ما يكونون متواضعين. هنا النتاج الشعري كما قلنا يعني هو قليل عنده، لكنه أديب مفوه له هذا العدد الذي ذكرنا من المؤلفات. هنا نتساءل هل هو شاعر؟ نلحظ ما سلف أنه قيل فيه الكثير من شهادات لأناس عاصروه، ولكن من الشعر ما ورد من الشعر الذي استذكره قليل، كما هو شعره الذي لم يصلنا، ويبدو أنه لم يكن مهتما بكونه شاعرا قدر ما اهتم بكتاباته ومؤلفاته الدينية والاجتماعية والعسكرية. يكفي المرء أو القصيدة واحدة ليكنى شاعرا، ويكفيه أنه يحمل روح الشاعر ونبضه وحسه، لكني تمنيت لو وجدت له شعرا أكثر، فبمثل قامته يليق الشعر. هنا أتساءل كيف استطاع التوفيق بين عمله المهم والعسكر، لا وقت لهم خصوصا أنهم خاضوا معارك عديدة،
كيف استطاع التوفيق بين عمله المهم وأبداعه الأدبي؟ كيف اتسع تفكيره لإدراكه كل هذه الاختصاصات؟ ماذا ترك لحياته وعائلته وأصدقائه؟ كيف نجا من مشانق وسياط حكام لا يحبون ما يقول؟ كيف كسب محبة الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم؟ كيف أبقي عليه قائداً في جيوش يقودها من يخالفونه الرأي؟ هل هي إرادة الله تعالى لهذا الرجل أن يحيا لكي نرى نحن ما يرى؟ عسى أن يظهر من يأخذ بأفكاره من الورق للواقع. وقبل ذلك كله كيف اتسع وقته للقراءة والبحث كي يكون مؤهلا للكتابة في مختلف العلوم؟ يبدو أن الوقت أدركنا. أدباء المنابر اتخذت من الشاعر معروف الرصافي أنموذجا، وطبعا سيرته معروفة، ولكن اسمحوا لي بنصف دقيقة أن أؤكد المطلوب منا التأكيد على مواقف الأدباء أكثر من فنونهم وإبداعاتهم. وشكراً لسعة صدوركم، والسلام عليكم. بارك الله فيكم دكاترة. أنا أتفضل أستسمحكم في 30 ثانية فقط لا أكثر. السنة الماضية وحلت علينا هيئة علماء المسلمين ضيفاً في تونس في ندوة عن ابن عاشور وأحمد حبيب العبيدي، الذي تعلمت منه جملة هي منتهى الحضارة في تقديري، بحثت عنها طوال عمري وجدتها عنده عندما اطلعت على أحمد محمد حبيب العبيدي حين قال: شر الجهل هو الجهل بالحقوق والواجبات. فوريت هي قمة الحضارة في الغرب، الشعوب المتحضرة هي التي تمتلك هذه الفكرة. هذه النقطة. النقطة الثانية من قدر الأشياء، لما جئت إلى الأردن سنة 2013 جلست في قاعة فيها كرسي شاغر فقط، كان فيه الشيخ رحمه الله حارث الضاري، حاورته حوارا نزل في صحيفة الضمير التونسية، وضعت صورته على الفيسبوك 13 جوان 2013، لم أزلها حيا أو ميتا، صفت النية، وإذا اليوم أنا ضيف على هيئة العلماء الإسلاميين وعلى هذا الشبل من ذاك الأسد. أشكركم جميعا. الآن نمر إلى الجلسة الثانية، ندعو الدكتور يحيى الطائي لترأسها. أشكركم جميعا وأشكر فضلكم حاضرين ومحاضرين وكل هذه الجمعية العريقة، وبارك الله فيكم.